أقول لكم يسعد لي مساكم. واليوم احنا نستذكر الذكرى الأولى لفقيد الإعلام الشيخ دعيج الخليفة، اللي فعلا يمكن كان هذا الطاقة وهذه الشمعة اللي تنير كل المهرجانات الإعلامية أسرار. صحيح، يمكن شيخ دعيج من الشخصيات اللي معروف عنه بتواضعه وابتسامته ومساعدته لكل شخص موجود، سواء كان في المجال الدراما وغيره، ودعمه الكبير لكل فنان ولكل نجم في مجال الفن ومجال التمثيل والدراما بشكل كبير. فخسارته فعلا كانت لها أثر جدا كبير للمقربين حوله وأيضا للوسط الفني. يعني كان في كل الاحتفالات والمحافل والمهرجانات يكون موجود، صحيح، وداعم للشباب والكبار، يتواجد في كل مكان. صحيح. بهذه خلينا نقول الشخصية المتواضعة المرحة اللي الكل كان فعلا يحبه. إذا خلينا نشوف سارة الخضري معدتنا ايش سوت من هذا التقرير ونرجع لكم تالي. مساكم الله بالخير مشاهدينا. اليوم احنا متواجدين في مسرح طارق العلي في ميدان حولية عشان نحضر ونغطي ليلة وفاء للذكرى السنوية الأولى للمرحوم رحمة الله عليه الشيخ دعيج الخليفة الصباح. اليوم أكيد من باب الوفاء ومن باب الذكرى لهذه الشخصية الجميلة قلبا وقالبا، واللي ما قصرت مع أحد منذ بداياته في العالم الإعلامي إلى يومنا هذا، تذكر بالخير في كل المحافل وكل الأماكن وخاصة في العالم الفني والإعلامي. نستعرض وياكم بعض التجهيزات اللي قاموا فيها القائمين على هذا نقدر نقول الاحتفاء بهذه الذكرى داخل مسرح طارق العلي. ما كان يقصر بكل شيء، أفراح، أحزان، يواسي، تجي له مرات مناسبات بنفس اليوم يروح، يعني ما يرد أحد. كان حبيب القلب، كان عزيز وغالي، إنسان حقيقي ما في مثيله، ابتسامته على حجة دائما مبتسم. إنسان ما صعب الكلمات توصف هذا الرجل. الرجل يعني دائما يشجع على الابتسامه، دائما يشجع على الطيبه، ما ادري ايش اقول، يعني ما رحمه الله عليه. يعني هذا حق للشيخ دعيج، لانه احد ايضا ابناء هذا المسرح من خلال اعمال اللي قدمها معانا، الحان، كلمات، تواجد. فهذا مسرح يعني ما احنا مالنا لا على قولتهم، إن شاء الله ما نمنع عليهم، بالعكس هو يستحق، وكل من يتشرف أن يكون شيخ دعيج مكانه ومثل هالليلة تكون أطوام، لكن هو شرفونا إحنا يعني بهالموضوع. كان متواضع إلى درجة كبيرة جدا، شيخ من الأسرة الحاكمة، شيخ يعني تجدينه متواضع مع أصغر طفل ينادي يقول له هلا حبيبي، هلا عمي، هلا تاج راسي. هالكلمات هذه ما كانت تغيب عن المحادثة بينه وبين اللي أمامه، فعلشان كذي كان يمتلك هذه الصفات الحلوة، وكان دائما يروح يجبر خواطر الكثيرين. النقطة التي تتعلق في المحيطين فيه، كنت أتمنى اليوم في المحيطين فيه اللي قبل كانوا مش كثرهم، كنت أتمنى أن يكونون موجودين. أنا وايد من الناس اللي كانوا حواليه والمحيطين فيه ما وجدتهم هذا اليوم مع الأسف. هذه ذكرى يسمونها ليلة وفاء، ليلة الوفاء، المفروض الكل يكون متواجد. وقت اللي كان موجود الكل ما كان متجمع، والآن وقت ذكراه لما يكونوا مو موجودين، هني احنا بالفعل نعرف معدن الرجال ومعدن البني آدم الحقيقي والصحيح. وكانت هذه ليلة وفاء لذكرى السنوية الأولى لوفاة الشيخ المغفور لبذن واحد أحد الشيخ دعيج الخليفة الصباح، المقام في مسرح فروقي في ميدان حولي. نشكر القائمين على هذه الليلة، ونشكر كذلك كل اللي حرص أن يكون حاضر وموجود لتلبيته هذا النداء وليلة الوفاء هذه. وبس والله.
بالفعل يمكن هذه هي ليلة الوفاة. صحيح. أنا ودي أستوقف لحظات على كلام أخونا أبو حسين. صحيح. فنان داود حسين، اليوم في بعض الشخصيات لما نفقدها وهي عزيزة علينا في الحياة، مفروض أن على الأقل تكريم طبعاً. وقفة وفاة طبعاً. نتواجد في هذا المكان، إحنا ما ندري صراحة طبعاً. لكن مبين من كلام أبو حسين أن هناك في عتب. صحيح صحيح، في عتب على الجميع، عسى الله يرحمه إن شاء الله ويغفر له. ويعني الواحد فعلا يستاهل هذه ليلة الوفاء. صحيح. اللي قدموها للفنانين لذكرى السنوية الأولى لوفاة الشيخ دعي الخليفة الصباح.